السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي الغاليين، كل سنة وأنتم طيبين. بحب أشكر كل حبايبي اللي داخل مصر وخارج مصر اللي بيكتبوا لي كومنتات. برحب بكل القنوات الجديدة اللي انضمت إلي، ما نهرمش منكم ولا من كلامكم الجميل المحفز في التعليقات. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل الفطير المشلتت بالزبدة الصفراء البلدي، حاجة كده فاخر من الآخر. هو الصراحة بيتكلم عن نفسه، الصراحة كانت مامتي عندي واستغليت الفرصة بقى إن أنا أعمل فطير كده بالحجم الكبير وأفرده على الطبلية الكبيرة، حاجة كده بتاعت ايام زمان بقى. انا الصراحه بعمله كل مره وبفرده على الرخامه، فبيديني الحجم الصغير اللي بيتباع في الافران. فانا حبيت ان انا اعمل الفطاير الكبيره ديت زي ما انتم شايفينها معايا. ان شاء الله هنسمي بسم الله ونكسر الصرع الحبيب ونخش على الطريقه على طول. دول معايا 2 كيلو من الدقيق. كل اللي انا هضيفه على الدقيق هي معلقه صغيره من الملح والميه، يبقى من كل مكونات الفطير هي الميه والدقيق والملح، مش اكتر من كده. طبعا انا عامله هنا 2 كيلو من الدقيق، انت هتعملي الكميه اللي انت عايزاها حسب افراد اسرتك، يعني ممكن تعملي نص كيلو او كيلو. هو النص كيلو هيديكي فطيرتين والكيلو هيديك 4 فطاير، انا عملت هنا 2 كيلو. انت اعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا بحب ان انا ازود شويه بحيث ان تاني يوم ممكن الاولاد ياكلوا بيه برده وبسخنيه، بيبقى في منتهى الجمال. الميه طبعا انا هقول لك ان شاء الله في صندوق الوصفه او الديسكريبشن هياخد معايا ميه قد ايه، لان انا دلوقتي بعجن الفطير معايا بدقيق غله مش دقيق فينو. لو انت في الفلاحين وعندك دقيق غله من العلامه الاولى او اللي هي زيرو هتعجني منها وتعملي بيها الفطيره تطلع معاكي اكثر من ممتازه. انا دقيق الغله ده لما مامتي بيكون جايه لي كده بتجيب لي منه دقيق الغله ده، بيبقى ممتاز جدا في الفطاير والمعجنات من العلامه الاولى كده اللي عارفها. بعد ما عجنتها كده اخذت معايا الاتنين كيلو، اخذوا معايا بالظبط حوالي 3 كوبايات ونص من الميه. لا ضفنا لبن ولا بنضيف سمنه ولا اي حاجه، انا الكلام ده لاول مره بيعمل الفطير، وكمان لاول مره شاهدنا او بيسمع فيديوهات عن الفطير المشلتت لاول مره بتسمعيه. كل اللي انا بضيفه الميه وذره الملح او ربع معلقه ملح حسب كميه الدقيق اللي انت بتعجنيها، وزي ما انتم شايفين كده بتبداي ان انت تعجنيها وما يقلش عن 8 ل 10 دقائق. فطير يا جماعه يعني عجين، لازم تعجني الفطير كويس جدا ما يقلش عن 10 دقائق سواء بالعجانه او بايديكي عشان يديكي النتيجه اللي ترضيكي، وكمان ما تقطعش معاكي وانت بتفرديه سواء على الرخامه او على الطبليه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. بعد ما عجنته كده زي ما انتم شايفين طبعا ما فيهوش خميره ولا اي حاجه، فبجيب بقى الصينيه كده اللي انا هفرد عليها او اقطع عليها العجين، وببدا ان انا اقطعه بقى حسب حجم الفطيره اللي انا عايزاه. عايزاه صغير زي اللي بنجيبهم الافران من بره ما فيش مشكله، هتعمليه. عملته قبل كده بكذا طريقه ونزلته على القناه حتى بحشوات كمان كنت عاملاه. حابه ان انت هتعمليه بحجم كبير وتفرديه على الطبليه زي ما انا هعمله دلوقتي ما فيش اي مشكله خالص. انا حبيت ان انا اعمله زي ما قلت لكم ان مامتي كانت عندي كده، وهتفرده قصادي كده على الطبليه الكبيره. انا كل مره بعمل الحجم الصغير فحبيت ان انا اعمل الحجم الكبير دوت، فهعمله هنا دلوقتي زي ما انتم شايفين. ببدا ان انا اكوره الكوره كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه واخدين بالكم بقى من العجينه، حاجه كده في منتهى الجمال. لما تعجني العجينه كويس جدا تديكي النتيجه اللي ترضيكي، وتلاقي العجينه معاكي ملمسها زي العسل كده وانت بتفرديها وما تتقطعش معاكي، كمان تلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله رغم ان هي ما فيهاش خميره ولا اي حاجه، بس تلاقيها الملمس بتاعها جميل جدا، وممكن تعملي بيها اي حاجه ثانيه انت عايزاها خلف الفطير. دهنت الصينيه هنا رشه زيت بسيطه كده زي ما انتم شايفين، لان الزيت معايا بيسهل عمليه الفرد سواء بتفردي على الرخامه كده او الطبليه، فبتلاقي الزيت معاكي بيسهل معاكي عمليه الفرد رغم ما شاء الله انتم شايفين العجينه بعينيكم قد ايه معجونه كويس جدا، والدقيق اللي هو الغله قد ايه ممتاز جدا. طبعا لو انت ما عندكيش دقيق غله طبعا، واغلبيه الناس طبعا ما عندهاش، فانت هتعملي بالعين اللي بالدقيق الفينو. لو اخدت بالكم بقى من الصابعين اللي مغروزين في قلب العجينه دولت، دولت ايدي ياسين ابني كان بيحب بقى ان هو يبصم كده في العجينه. دي بقى معايا زبده صفرا بلدي، وفكيتها يا دوب على النار كده، وكنت لسه مطلعه السمنه من الفريزر وسيحتها واخدت منها كده حوالي كوبايه ونص، وحطيت عليهم كمان 3 معالق او 4 معالق كده من سمنه كريستال. انت طبعا اي سمنه عندك، زبده عندك، روابي، جنه كريستال، اي حاجه متوفره عندك هتبداي ان انت تورقي بيها او بتستريحي لها في الطعم كده وفي الريحه. وطبعا سمنه كريستال جميله جدا لو حابه ان انت تشتغلي بيها ومعندكيش زبده. طبعا انا خدت الفطير وطلعت في الصاله بره وجبت الطبليه كده، وبدات ماما كده ان هي تفرد العجينه، وانا شلت قصتها كده زي ما انتم شايفين. والى شايفين العجينه بقى والتوريقه الجميله ديت، العجينه عشان مخدومه كويس جدا ومعجونه كويس جدا زي ما قلت لكم 10 دقائق كده او 8 دقائق على الاقل،
هتلاقيها بتتفرد معاكي من غير ما تتقطع بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبدات ان انا اجيب بقى باخد كميه بسيطه كده من الزبده او سواق السمنه، وتبداي ان انت توزعيها كده بكف ايديكي على العجينه كلها، ما تسيبيش ولا قطعه من العجينه الا لما تكوني دهناها بالزبده او بالسمنه، علشان كل ما تدقي بدهناها كويس جدا ده اللي بتديكي التوريقه كويسه بتاعه العجين بالشكل ده. ونبدا بقى نتني الطروف بتاعتنا. طبعا انا كنت فارده العجينه كويس جدا، وبتنزل معايا كمان على طرف الطبليه زي ما انتم عارفين وشايفين. وبتبداي ان انت تاخدي كل طرف، كل طرف بتتنيه، بتكون رشه دهنه بسيطه خالص من الزبده او السمنه، وتبداي ان انت تدهني كده زي ما انتم شايفين بالمعلقه او سواء بايديكي كده. طبعا انتم عارفين اللي في المحلات واللي الفطار كده الراجل بتاع الفطير يعني كل دهنه كده، الكل تانيه كده من الفطير بيبقى عايز ايده زبده او سمنه ويدهن كده طبعا من غير اساسا يعني حتى الراجل بتاع الفطير او المحلات او كده. الطريقه ديت كنا امهاتنا وستاتنا كده بيعملوها ايام زمان، وكنا في الواحد كان بيقعد جنبيهم كده هم بيعملوها، ما فيش احسن من الطريقه دي. طبعا الفطير بيتعمل بكذا طريقه، ودلوقتي ما شاء الله قنوات اليوتيوب كلها بتعمل كذا طريقه للفطير، بس هي دي الطريقه الاصليه بتاعت فرد الفطير وتوريق الفطير وجماله وحلاوته. يعني انا الصراحه جربت طرق كتير، بس دي الصراحه احسن طريقه فيهم. وطبعا لو انت عايزه تعملي باي حشوه انت عايزاها هتبقى نفس العجينه ونفس المقادير، وتعملي الحشوه اللي انت عايزاها، بس طبعا التطبيقه للحشوات بتبقى مختلفه كويس يعني عن ديت خالص، علشان تطلع معاكي الطبقات كلها تكون ارتفاع يعني سمك واحد، وما تبقاش حته تخينه من مكان ورقيقه من مكان. ان شاء الله فيديو تاني هنعمله مع بعض باذن الله بكذا حشوه وننزله مع بعض بالطريقه دي كده. بتحطي السمنه او الزبده زي ما قلت لك، وتبداي ان انت تورقي كده وتفردي العجين السمنه او الزبده، وكل طرف بتتنيه بتدهنيه من الزبده او السمنه، وتبداي تتني الطرف الثاني عليه وتعمليها زي البقجه كده، وتسيبيها بقى في الصينيه او في الصاج اللي انت هتدخليه الفرن، وما تفرديهاش على طول غير بعدها بحوالي 5 ل10 دقائق لغايه ما السمنه معاكي او الزبده تتماسك معاكي. او ممكن لو احنا في الحر او في الصيف زي الوقت اللي احنا فيه ممكن تدخليها الثلاجه 10 دقائق، بس انا الصراحه عملتها وسبتها وكانت كده بره في الصينيه بره، وسبتها حوالي 10 دقائق لقيت السمنه معايا تمسكت على طول، وبدات ان انا هفردها معاكم في الصينيه زي ما هتشوفوها دلوقتي. بتعمليها زي البقجه كده وتشيليها وتسيبيها في الصينيه. بعد ما خلصت كل الكميه اللي معايا بالشكل ده هبدا بقى ان انا افردها في الصينيه كده. جبت الصينيه بقى اللي احنا نفرد فيها، وببدا ان انا اخد الفطيره بعد ما سبتها حوالي كده 5 دقائق لغايه ما السمنه او الزبده اتمسكت معايا في الفطيره عشان تتفرد معاكي بكل سهوله. وتعملي حد ان انت ما تفرديش الفطيره جامد عشان ما تطلعش معاكي رؤيه جامد وتبقى ناشفه معاكي، تطلع معايا زي العسل زي ما شفتها معايا في اول الفيديو ده. بقى كده معلقتين قشطه واخدهم من على وش اللبن، حطيتهم برده بنفس الطاسه اللي كان فيها الزبده وقلبتهم مع بعض، وببدا ان انا اخد بفرشه توزيع او بايديكي وتوزع عليهم على الفطيره، وبتدخليها الفرن على درجه حراره تكون متوسطه ما تكونش عاليه جامد عشان الفطير يطلع معاكي مستوي. وادا طلعت اول واحده اتنين، الثالثه دي كنت عاملاها في الفرن الحراري اللي الاحمر اللي انتم شايفينه ده، والفطيرتين الاولانيين كنت مدخلاهم فرن البوتاجاز. دي تسويه الفرن الحراري ودي تسويه فرن البوتاجاز. سواء هتدخليها الفرن الحراري او فرن البوتاجاز هتحطيها على الرف الثاني من تحت. لو هتدخليها فرن البوتاجاز وهتولعي لها من تحت ومن فوق في نفس الوقت، وتكون النار زي ما قلت لك مش عاليه جامد ولا هي واطيه جامد علشان ما ينشفش معاكي، ولا هي عاليه جامد علشان ما ياخدش معاكي لون من تحت ومن فوق تبقى لسه عجينه معاكي من جوه. والفرن الحراري لما دخلت فيه واحده كنت ظبطاه على درجه حراره 250، وكنت حاطاه برده في الشبكه في النص. شايفين بقى الحلاوه والجمال، الصراحه فاخر من الاخر، بيتكلم عن نفسه. والزبده الصفراء كانت مخليه طعمه في منتهى الجمال، حاجه كده ما شاء الله. شايفين بقى، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. طبعا كان بقى كنت مقدمه معاه بقى الجبنه بقى القريش والجبنه القديمه والعسل وبطاطس وبقى كل حاجه انت بقى الحبه تقدميها انت بطريقتك انت. شايفين بقى اللي ما كمان لو عندك قشطه وتضيفيها كده على وش اللبن من على وش الفطير من بره، بتخلي وشه يبقى طري معاكي كده زي ما انتم شايفين وما يبقاش ناشف معاكي. شايفين بقى الطبقات من جوه قد ايه مستويه وجميله وطعمه. عايزه اقول لكم والله العظيم ما كان محتاج اي يعني اي جنبي اي حاجه، ولا عسل ولا جبنه ولا اي حاجه، يعني طعمه كده كان في منتهى الجمال. جربيه وقولي لي ايه رايك في الكومنتات. لو عندك اي استفسار اي سؤال عن اي حاجه اكتبي لي وانا هرد عليكي. لو عندك اي وصفه وعايزاني انزلها لك اكتبي لي وانا ان شاء الله هنزلها لك. بشكركم جدا على الكومنتات بتاعتكم، ما تحرمش منكم، بحبكم في الله واسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.